لطالما اتسمت مواقف وليد جملاط بالانعطاف وتقلب المواقف والانتقال من ضفة إلى أخرى، حيث يتقلب معه المشهد السياسي بالكامل، وتنقلب أيضا موازين القوى والاصطفافات السياسية. وعلى عكس مواقفه الحادة تجاه حزب الله في مرحلة الانتخابات، عاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في الآونة الأخيرة إلى التشديد على أن الحزب موجود ويمثل شريحة كبرى من اللبنانيين، داعيا للحوار وتنظيم الخلاف معه، كما أنه لم يوافق على كلمة الحياد واعتبرها هرطقة سياسية. وتوج جنبلاط انعطافته الأخيرة بلقاء وفد من حزب الله، وتأتي مواقف جنبلاط على أبواب الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد تصريح سمير جعجع الذي أعلن أنه مرشح طبيعي للرئاسة. رئيس القوات الذي كان اعتبر في حزيران الفائت أنه يثق بجنبلاط، كما اعتبر أن الأخير قد وصل إلى قناعة بعدم الجدوى من التقارب مع حزب الله، فجاء رد جنبلاط المخيب عندما سئل إذا كان يلتقي مع جعجع في نظرة واحدة. هل هذا يعني أنك والدكتور سمير تلتقيان في نظرة واحدة؟ كلا كلا، له سياسته سمير جعجع ولي سياستي. كلا، قد نلتقي بالخطوط العريضة سنرى. كلا، طيب. أعتذر، كلا، لسبب بسيط، لأنه هناك قوى عديدة متنوعة في البلد. نلتقي، هم من القوى الأساسية طبعا، لا ننكر. فما هي انعكاسات مواقف جنبلاط الأخيرة على علاقة الحزب الاشتراكي بالقوات؟ مواقف الرئيس وليد جنبلاط منا رسائل لأحد، هي تعبير عن مقاربة واقعية للاستحقاقات المقبلة كلها سوا، سواء الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من جهة، والملفات مثل الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيرها من جهة، أو الاستحقاق الرئاسي ولاحقا الاستحقاق الحكومي بعد منها من جهة تانية. هاي الاستحقاقات بلبنان تعودنا أنه مش ممكن يعني نأمن جسر عبور إلا عبر الحوار مع الأطراف السياسية. كل الأمور اللي يعني موجودة بالبلد، الاستحقاقات، الملفات اللي بدك إياها، كلها في أمور متفقين عليها، في أمور مختلفين عليها بطبيعة الحال. حتى خلال التحالف أو التفاهم الانتخابي اللي حصل بالانتخابات الأخيرة واللي قبلها، مش كل الأمور كان في تفاهم عليها بالسياسي، لا، في أمور كان مختلف عليها، وهذا أمر بالنقاش المباشر نحن وياهم كانت واضحة جدا. أما حول اعتبار مواقف جنبلاط الأخيرة بأنها انقلاب جديد على مبادئ 14 أذار، أولا 14 أذار غير موجودة من 2008-2009، الكل يدرك ذلك. ثلاثة، خلال الانتخابات النيابية وما قبل الانتخابات النيابية، رئيس وليد جنبلاط أعلن بعدة مقابلات إعلامية بأنه منه بصدد تكوين جبهات سياسية جديدة على المستوى السياسي اللبناني، لا في تكويعة ولا في انقلاب ولا في حدا مستهدف ولا في حدا مش مستهدف. الهدف الأساسي كيف تعملي تكوني أرضية مشتركة بالبلد لحتى تقدري تعبري إلى بر الأمان قدر الإمكان. وأشارت مصادر القوات للأوتيفي إلى أن جنبلاط عرف بترك القنوات السياسية مفتوحة مع جميع الأطراف السياسية، وأنه بالرغم من وجود خلاف في المواقف مع جنبلاط، إلا أن هذا الأمر لا يؤدي إلى قطع العلاقة بين الطرفين. وفي انتظار بلورة المشهد أكثر مع اقتراب الأول من أيلول، لعل التوصيف الأبلغ جاء على لسان النائب جميل السيد، حيث قال: جنبلاط ما بيكوع، جنبلاط كوع بحد ذاته.